مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج اخبارنا. برنامجنا اللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الملك العظيم نادي الزمالك، كمان كل الاخبار المحليه واكيد العالميه. ولكن البدايه النهارده باهم عناوين الاخبار. عبد الشافي زملكاوي حتى 2024. ودقت طبول افريقيا. حمادة امام شاهد على التاريخ. امير نبيل في ضيافة اخبارنا. اما عن موضوع حلقتنا اللي حابين ندردش فيه مع حضراتكم النهارده، من وجهه نظركم كده شايفين مين هيكون الحصان الاسود ببطوله كاس الامم الافريقيه؟ يا ريت تبعتوا لنا كده اجاباتكم وافكاركم كلها في الموضوع ده على كل السوشيال ميديا بتاع قناه نادي الزمالك، او كمان على الهاشتاج بتاعنا على تويتر هاشتاج اخبارنا. مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم اليومي برنامج اخبارنا. النهارده الذكرى يعني بتاعت رحيل كابتن حماده امام. كابتن حماده رمز كبير جدا من رموز نادي الزمالك، اسطوره كبيره جدا، التاريخ هيفضل يخلد ذكراه دايما. يعني هو من اللعيبه والرجاله اللي صنعوا تاريخ نادي الزمالك، لاعب اداري تحسه مشجع وكمان معلق نجح في كل المجالات اللي تخص كرة القدم والرياضة. نجح هو لاعب جامد جدا، وكمان نجح ان هو يزود شعبية نادي الزمالك. دايما الناس تقول لك كابتن حمادة امام قدر يكبر شعبية نادي الزمالك، هو متهيألي اول لاعب كمان الجماهير تهتف باسمه. بص شوف حمادة بيعمل ايه. الزمالك في الفترة دي كان بيلعب لقاءات ودية كتير جدا مع اندية اوروبية عريقة، لكن كابتن حمادة كان بيتألق في كل اللقاءات دي، وأول ظهور قوي ليه في اللقاءات دي كان مع لقاء ويست هام الشهير جدا اللي قدر يفوز بيه نادي الزمالك، وهنا كانت شهادة ميلاد قوية جدا لكابتن حمادة. الماتش ده كابتن حمادة سجل هاتريك، وبعدها انطلق في مسيرة ناجحة جدا بكل مقاييس مع نادي الزمالك النادي الملكي العظيم. كابتن حمادة نجح في كل الحاجات حتى كإداري، كان كابتن حمادة أستاذ كبير جدا وإداري ناجح، نال احترام الجميع. مفيش حد تقف تتكلم معاه تقول له كابتن حمادة أمام غير ما يقول لك يا سلام كابتن حمادة أمام، هو في زي كابتن حمادة أمام؟ كان بجد مثال لكل الناس داخل الرياضة وخارج الرياضة على المستوى الشخصي، حدث ولا حرج. كمعلق نجح ان هو يعمل مدرسة خاصة لنفسه، نجح ان الجماهير تتعلق بصوته بطريقته بكلامه بأسلوبه في إلقاء بعض الجمل، وقادمون من الخلف بعض الجمل ما حدش فينا يقدر ينساها أبدا لكابتن حمادة أمام. كابتن حمادة واحد من الشخصيات اللي الكل بيعشقه، دايما فاكرين كابتن حمادة أمام، دايما جماهير الزمالك وكل جماهير الرياضة المصرية بتدعي لكابتن حمادة أمام. ولكن في يوم يعني ذكرى وفاته لازم كلنا نفتكره ونتكلم عن كابتن حمادة. كابتن حمادة يعني من نادر لما تلاقي شخص ما يحبوش، من نادر لما تلاقي حد مش فاكر له حاجة حلوة، من نادر لما تلاقي حد يعلق عليه في أي حاجة، مش هو بس ده، هو وكل نسل إمام طبعا. امتداد طبيعي ناجح جدا لعائلة كبيرة جدا كلها أساطير. لو فضلنا نتكلم على كابتن حمادة هنتكلم طول الحلقة، فلكن لازم ندي طبعا قيمة كبيرة لكابتن حمادة إمام، أسطورة كبيرة جدا نادي الزمالك. هنحاول النهاردة نتكلم أكتر ونشوف مع بعض شوية حاجات من نجاحات كابتن حمادة، ولكن خلونا نتكلم كمان النهاردة عن الحدث المهم جدا اللي كل قارة أفريقيا مستلياه، كأس الأمم الأفريقية. وأخيرا أخيرا بداية البطولة، وأنا معاكم على الهوا حالا بداية أول لقاء الكاميرون وبوركينا فاسو. كان النهاردة في حتى خناقات بين الكاميرون وبوركينا، وبوركينا تبعت
شكوى تقول لا يا جماعه انا في حاجه غلط في المسحه، ورئيس ووزير الصحه يرد في الكاميرون لا مش احنا اللي بنعمل مسحات، كلام كتير. ولكن اخيرا البطوله بدات من اول ما كانت الكاميرون مش قادره تستضيف البطوله، بعد كده جت كورونا، بعد كده الانديه الاوروبيه قالت لا مش هينفع، بعد كده الكاف، ولكن في النهايه افريقيا قادره انها تعمل بطوله قويه جدا. اللعيبه الموجودين قادرين يثبتوا ان هم على قدر المسؤوليه، كل لاعب يحافظ على نفسه، كل نادي او كل منتخب يحافظ على لعيبته، وده اللي هيظهر الفتره الجايه بعد انتشار فيروس كورونا. ونحط هنا على الكلام الجاي ده خطوط كتير جدا، انتشار فيروس كورونا في العالم، يعني مش هنقول انتشار فيروس كورونا في الكاميرون ولا في افريقيا، لا هو انتشار فيروس كورونا في العالم كله. زي ما اتكلمنا مع بعض في انديه كتير جدا متاثره في اوروبا، ليفربول من اكثر الانديه اللي عندها اضرار، في حاجات كتير جدا واماكن كتير ومنتخبات كتير في العالم عندها اصابات، واغلب اللعيبه اللي جالها اصابات كورونا من افريقيا او من انديه افريقيا اللي جايين من اوروبا على فكره. فالموضوع يعني ملوش علاقه انت جاي منين ولا بتلعب فين ولا جنسيتك ايه ولا لونك ايه ابدا، ولكن في الفتره الجايه نتمنى الامور تكون افضل. والنهارده زي ما قلت لكم اللقاء الافتتاحي هيكون بين بوركينا فاسو والكاميرون، بعديها هيكون في كاب فيردي واثيوبيا، دول لقاءين للنهارده نتمنى نشوف فيهم قوه كده، بدايه قويه للبطوله. النهارده هنتكلم اكتر بشكل عام عن بطوله امم افريقيا وهي معشوقه الجماهير المصريه. عندنا كمصريين كل الالقاب القياسيه في البطوله دي، احنا اول منتخب حاز على كاس الأمم، وإحنا كمان أول منتخب حافظ على اللقب هو منتخب مصر. عندنا أكتر منتخب توج بالبطولات وهو منتخب مصر برصيد 7 بطولات، عندنا أول منتخب فاز بكأس أمم أفريقيا 3 مرات متتالية وهو منتخب مصر، وإحنا أول منتخب أو أول دولة يكون فيها شخص يفوز بكأس الأمم لاعب مدرب وهو كابتن محمود الجهري، عندنا أول مدرب يفوز ب3 ألقاب متتالية هو كابتن حسن شحاتة، أرقام كتير جدا كمان فردية على مستوى حراسة المرمى كابتن حسام الحضري، على مستوى اللاعبين وعدد المشاركات والأهداف أرقام كبيرة جدا 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 منتخب مصر يتفوق فيها. وعندنا السنة دي جيل أنا شايفه إن شاء الله إن شاء الله نتفائل بيه وإن شاء الله نقدر نرجع بالبطولة، جيل محتاج يفوز ببطولة لنفسه، محتاج يبقى عنده بطولة. فاكرين جيل 2006 و2008 و2010 كان ينقصه حاجة واحدة، كأس العالم. دايما كنا بنتكلم ان الجيل ده الجيل الذهبي، لكن كأس العالم هو الناقص. الجيل الحالي راح كأس العالم ولكن ينقصه بطولة افريقيا، قدروا 2017 يوصلوا للفاينال وكان في بعض القوام من المنتخب 2017 موجود دلوقتي، فمتهيألي اللعيبة عرفت قد ايه الجمهور محتاج بطولة افريقيا. كمان في عندنا نجم محمد صلاح من افضل لعيبة العالم ومحتاج ياخد بطولة مع منتخبه، فاظن صلاح هيكون غير تماما في البطولة دي. وجود صلاح واهتمام كل الاندية كل المنتخبات بيه وكل المدافعين بيه هيدي فرصة لمصطفى محمد، هيدي فرصة لمرموش، هيدي فرصة لتريزيجيه، فهيظهر منتخب مصر ان شاء الله بقوة ضاربة. تعالوا نفكر مع بعض وهولها مرة واثنين وثلاثة، خلاص الاختيارات انتهت، دلوقتي كلنا بنساند منتخب مصر. ولو بصينا على الأسماء اللي موجودة حراسة المرمى وخط الدفاع حدث ولا حرج، دول الأسماء اللي احنا مطمنين معاهم، سواء في حراسة المرمى الشناوي موجود، عندك باك رايت توفيق، عندك ليفت أبو الفتوح، في النص كمدافعين عندك الونش وكمان حجازي، خط الوسط موجود أكتر من لاعب وكمان بإضافة النني وفي سوريا وفي حمدي فتحي، في الخطوط الأمامية عندك لعيبة كتير جدا مؤثرة وده من أقوى الخطوط اللي موجودة لمنتخب مصر، فالمفروض نشوف أهداف كتير. عندك صلاح، مصطفى محمد، تريزيجيه، رمضان صبحي، ومرموش، وعبد الله السعيد، إن شاء الله تكون بداية قوية. أنا قلت الأسماء اللي ممكن يبدأوا اللقاءات، في طبعا أسماء تانية كتير مهمة في منتخب مصر، إن شاء الله الجهاز مع اللعيبة اللي موجودين نقدر نثبت إن مصر أقدر بالبطولة دي. والبداية هتكون يوم الثلاث، بداية منتخب مصر أمام نيجيريا، ماتش منتظر جدا جدا جدا، ماتش صعب جدا. طبعا حد يقول لي ده صعب ايه، نيجيريا عندها اصابات، دي فرصه لمنتخب مصر، ولكن نيجيريا منتخب عريق، منتخب كبير، في بعض اللعيبه مهمين على فكره موجودين، مش هيسمح يكون في استهتار بيهم في لقاء او يتعمل عليهم نتيجه كبيره، بالعكس خالص هينزلوا
بشراسة جامدة جدا، نقدر احنا ان شاء الله نسجل في البداية ونسهل على نفسنا الامور. النهاردة منتخب مصر يعني في مسحة جديدة بتتعمل، ان هيكون في مساحات دورية كل فترة قبل كل لقاء، فالنهاردة اتعمل مسحة لكل اللعيبة اللي سافروا الكاميرون، كل منتخب اللي موجود هناك علشان نطمن عليهم، وان شاء الله النتيجة هتطلع في خلال ساعات عشان نطمن على منتخبنا، وان شاء الله ما يكونش فيه اصابات. طبعا كلنا اتصدمنا باصابه ابو جبل والحضري وابراهيم عادل، ولكن الحمد لله يعني اربكت حساباتنا شويه، الكل قلقان من ظهور بعض الحالات، ولكن الحمد لله حتى الان الوضع مستقر، حتى مع اللعيبه اللي نتائجهم طلعت ايجابيه الوضع مستقر، ومن المفترض ان النهارده اللعيبه اللي كانت ايجابيه هيعملوا مسحه تانية، ولو المسحه طلعت سلبيه هيتوجهوا على طول للكاميرون. نتمنى نطمن على كل اللعيبه، وكمان زي ما شفنا الجماهير الكاميرونيه فور وصول بعثه منتخب مصر شفنا الاقبال عامل ازاي والزحام عامل ازاي على محمد صلاح بعد وصول البعثه. المهم ان احنا نحافظ على نفسنا، وبصراحه هناك ساعدوا جدا في الموضوع، تواجد امني مكثف، حراسات للاعبين في المنتخب، وتم التاكيد على ان مفيش حد تماما هيقرب من بعثه منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، كل التوفيق لكتيبة منتخب مصر بدون أسماء، مش هقول كل التوفيق لصلاح ورجاله، لأ، كل التوفيق لرجالة منتخب مصر، كل اللعيبة مهمين، طبعا صلاح في مكان تاني كلنا عارفين، ولكن كل اللعيبة مهمة جدا مع منتخب مصر، كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. دلوقتي خلونا نروح كده نشوف تقرير عن كابتن حمادة إمام، حابين معاكم كده نقرا شوية صحف وشوية ورق من تاريخ نادي الزمالك، وأكيد التاريخ ده مع كابتن حماد إمام. إذا ذكرت اسم الراحل حمادة إمام ستجد الكثير من كلمات الثناء. رجل لم يختلف عليه اثنان، كان وسيظل صاحب مدرسة متفردة في التعليق الرياضي، لاعب أسطوري، إداري ناجح بامتياز، ومثال يحتذى من الجميع. بيفوت حمادة، بيفوت، امتداد لجيل العظماء، شاهد على التاريخ، بل قل إن شئت هو جزء من التاريخ. دخل قلوب الجماهير البيضاء في 30 من نوفمبر من عام 1966، وقتها كان الزمالك على موعد مع مباراة تاريخية، سجل حمادة إمام وقتها 3 أهداف في مرمى ويستهام يونايتد الإنجليزي. فاز الزمالك بالخمسة وسجل الثعلب هاتريك في لقاء لا ينسى، ظل اسمه محفورا في ذاكرة وعقول وقلوب الجماهير. بنى إمبراطورية إمام الكروية، لاعبا وإداريا ومعلقا، تضعه الجماهير في مرتبة الأساطير. يحب الزمالك بلا تعصب، يعشق القميص الأبيض بلا تردد. إنجازاته مع الزمالك تتحدث عن نفسها، ساهم مع الفارس الأبيض في التتويج بلقب الدوري 3 مرات، كما توج بكأس مصر 2 مرات، وقرر اعتزال الكرة في عام 1975. وقتها رفض الخروج من إمبراطوريته الكروية، توجه للعمل مديرا للكرة بالزمالك وعضوا بمجلس إدارة النادي، كما شغل منصب نائب رئيس اتحاد الكرة، ووجد نفسه في كابينة التعليق صوتا مميزا وتحليلا كرويا وقراءة للأحداث، ونال احترام الملايين. ويكفي أن تقول أنه طوال تاريخه لم تختلف عليه جماهير الكرة المصرية. رحم الله الراحل حمادة إمام الذي كان وسيظل في قلوب الجماهير.
طبعا ربنا يرحم كابتن حماده امام، تاريخ كبير جدا جدا مع نادي الزمالك، وقلنا لو اتكلمنا عن كل التاريخ بتاع كابتن حماده محتاجين حلقات كتير جدا نتكلم عن اصلا اسره امام، الاسره الزملكاويه الخالصه اللي كلها مخلصه لنادي الزمالك من بدايتها لحد كابتن حازم امام، وان شاء الله يفضلوا مكملين كده مع نادي الزمالك زيهم زي كل العائلات الزملكاويه الكبيره جدا. طيب دلوقتي خلونا نبدا اخبارنا من الحدث الاهم في الوقت الحالي، هو كاس الامم الافريقيه. انطلقت النهارده النسخه 33 من كاس الامم الافريقيه، ووفقا لجدول البطوله تقام النهارده لقاءين، واللقاءين دول ضمن مجموعه الاولى، منافسات المجموعه الاولى الساعه 6 انطلقت مباراه الكاميرون وبوركينا فاسو، وحتى الان النتيجه 0-0، والساعه 9 تبدا مباراه اثيوبيا وكاب فيردي. طبعا اللقاءين هيتلعبوا على ملعب الاولمبي في العاصمه الكاميرونيه ياوندي، وان شاء الله يكونوا لقاءات كده يشهدوا اهداف ومتعه للجماهير، علشان دايما الجماهير بيكونوا مستمتعين ببطوله افريقيا زي ما احنا شايفين كده الالوان المبهجه جدا في الصور اللي كانت معانا من حفل الافتتاح، الالوان الافريقيه الشهيره جدا والرقص الافريقي والطابع اللي كلنا بنحبه صراحه، وحشنا الاجواء دي، وان شاء الله ما تغيبش عننا او ما تتاخرش تاني، ودايما كده تفضل الكره الافريقيه في الافضل دائما. بما ان النهارده افتتاح امم افريقيا، خلونا نشوف كده تقرير عن اهم مباريات دور المجموعات اللي هتتلعب خلال الاسبوع ده، ونرجع نكمل اخبارنا. انطلقت اليوم أولى مباريات بطولة أمم إفريقيا النسخة 33 من البطولة، والتي تقام بالكاميرون. في دور المجموعات سيكون الجمهور على موعد مع قمم كروية بامتياز، عشاق المتعة والإثارة سينتظرون على أحر من الجمر، مباريات ستحمل الكثير من المفاجآت، الملايين ينتظرون باهتمام كرة القدم الإفريقية التي تطورت بشكل ملحوظ حتى أصبح أبناء القارة السمراء يلعبون في أكبر أندية أوروبا ويحققون البطولات، ومنهم من ينافس على أفضل لاعب في العالم. وفي أمم إفريقيا بالكاميرون هناك مباريات تستحق المتابعة، البداية بلقاء الافتتاح الذي يجري الآن بين الكاميرون وبوركينا فاسو، لقاء سيحدد ملامح المنافسة في المجموعة من البداية. في مجموعة تبقى الكاميرون هي المرشح الأبرز فيها، وغداً وفي المجموعة الأولى ستكون قمة المجموعة الثالثة، المغرب تصطدم بغانا، صراع الصدارة يبدأ مبكراً. وفي المجموعة الرابعة سيكون الفراعنة على موعد مع نيجيريا في الجولة الأولى، منتخبان مرشحان للقب بقوة، لقاء يجرى يوم الثلاثاء. وفي المجموعة السادسة سيكون الأربعاء شاهداً على قمة تونس ومالي في الجولة الأولى، أما السنغال فإن الجولة الثانية لها في المجموعة الثانية ستكون أمام غينيا، وتجرى المباراة يوم الجمعة. الاختبار الثالث والأخير للمغرب في دور المجموعات سيكون أمام الجابون يوم الثلاثاء 18 من يناير، وأخيراً سيكون منتخب الجزائر على موعد مع مواجهة قوية أمام كوت ديفوار الخميس 20 من يناير. قمة المجموعة الخامسة ستكون في الجولة الثالثة، ويبقى دور المجموعات حافلاً بمتعة المباريات. بعد ما شفنا تقرير عن أهم اللقاءات اللي هتكون موجودة في دور مجموعات في أول جولة، تعالوا نروح كده بقى نتكلم شوية عن منتخبنا الوطني، منتخب مصر. إن فور وصوله الكاميرون طبعا الدنيا اتقلبت والجماهير جمعت والصحف اتجمعت طبعا ليه في محمد صلاح. دايما كنا بنشوف في أي مكان توصل فيه منتخبات مصر الجالية المصرية اللي بتكون موجودة، وطبعا الجالية المصرية موجودة بكثافة في كل الأماكن، ولكن وجود صلاح
ادى للموضوع شكل مختلف، ما بقاش بس المصريين الموجودين، مصريين وكاميرونيين وسنغاليين، اي حد موجود عايز يروح بس يشوف محمد صلاح، ولكن الموضوع تم السيطره عليه حفاظا على صلاح واللاعبين من اللجنه المنظمه، ودي كانت حاجه لطيفه جدا. انا كنت زي ما انا فرحان كنت خايف على اللاعب، يعني كنت فرحان جدا جدا قد ايه اهميه نجمنا وفخر العرب محمد صلاح، مجرد وصوله بس كل الناس متجمعة عشان نشوف محمد صلاح، حتى عند مقر منتخب مصر الناس قاعدة مستنية بس صلاح يظهر يعدي. طبعا قيمة كبيرة جدا جدا لمحمد صلاح، واحد من النجوم العالميين وأسطورة بالنسبة لنا كمصريين وكأفارقة، زي كل الأساطير التانيين زي إيتو مثلا موجود في الكاميرون، أسطورة أفريقية كبيرة جدا، كمان صلاح أسطورة كبيرة جدا جدا، ولسه مكمل موجود كمان في افضل ثلاث لعيبه او اخر ثلاث لعيبه، ان شاء الله يكون هو اللاعب ياخد جائزه الافضل ذا بيست السنه دي، يعني نامل صلاح يستحق الجائزه دي، وان شاء الله هو الافضل في العالم السنه دي. وحتى واحنا موجودين حالا في الوقت الحالي صلاح هو افضل لاعب في العالم، ولكن النهارده كان في حدث مهم. النهارده الصبح تم عقد اجتماع الوصول، وده بيكون اجتماع للترحيب بكل بعثة منتخب مصر أو أي بعثة بتوصل يعني الكاميرون. منتخب مصر كان احتفاله النهاردة أو الاستقبال والترحاب ده كان موجود النهاردة، وتسلم نجمنا محمد صلاح كده قائد منتخب مصر شهادة من اللجنة المنظمة بمناسبة المشاركة في كأس الأمم الأفريقية. كمان محمد صلاح ونجوم منتخب مصر وقعوا على عدد من تيشرتات منتخب مصر والكرات، دي بيكون عرف بيحصل في كل البطولات، بيكون زي تذكار او ذكرى بيتساب في الكاميرون، واكيد يعني قيمه لاعيبه منتخب مصر مهمه جدا. هتلاقي بص يا جماعه احنا بنتفرج مع بعض هتلاقي كل الناس مركزه مع صلاح، طبعا مش تقليلا خالص من اللعيبه الثانيه، ولكن محمد صلاح يعني لو قعدنا نتكلم على قد ايه الافارقه بيحترموا وبيحتفوا بيه في كل مكان، فالموضوع كبير جدا. وصلاح في ميزه ان هو مش واخد جنب من اللاعبين ولا ماشي لوحده ولا خالص، هو يعني زي ما نقول كده بالمصري هو بيتحامى في لعيبة منتخب مصر، طبعا كلهم نجوم كبار، ونأمل في الفترة اللي جاية يكون في زي صلاح اتنين وتلاتة واربعة، يا سلام لو منتخب كله كل واحد فيهم محقق انجازات كبيرة جدا. شفت مع بعض الصور واللعيبة بتوقع على التيشيرتس وعلى الكور، وكمان الشهادة اللي استلمها محمد صلاح، يعني بصراحة فخر لكل الدول العربية والمصر وكل الجماهير المصرية، وإن شاء الله اللعيبة تكمل بنفس القوة دي وبنفس الروح اللي احنا شايفينها من أول المعاصر اللي كان موجود هنا. عندنا ثقة كبيرة جدا في لعبتنا، وإن شاء الله اللي جاي أفضل. ولو جينا للجانب اللي كل شوية يطلع لاعب يقولك احنا مش خايفين من منتخب مصر، دي كلها تصريحات أنا مش متضايق منها خالص، بالعكس التصريحات دي نرد عليها في الملعب. وعلى طول كان في لعيبه كتير جدا جدا تطلع تقول احنا هناخد بالصقر منتخب مصر وهنرجع نكسب وبتاع، منتخب مصر كان بينزل في الملعب بياكل النجيله وبنفوز. الرد لازم يكون من لعيبه منتخب مصر، وده اللي هيحصل ان شاء الله يوم الثلاث الساعه 6 في اول لقاء لمنتخب مصر في امم افريقيا امام نيجيريا. لسه مع منتخبنا واجرى كده لعيبه منتخب مصر المسحه الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل خوض مباراة نيجيريا اللي مقرر إقامتها إن شاء الله الساعة 6 بعد بكرة يوم الثلاث. وتعودوا بقى يا جماعة على فكرة منتخب مصر عمل مسح، يعني بعد كل لقاء وقبل كل لقاء اتعودوا على كلمة منتخب مصر عمل مسح أو منتخبات عملت مسح، خلاص ده هيكون موضوع روتيني، ده هيكون موضوع طبيعي. قبل كل لقاء بيومين هيكون في مسحة علشان يطمنوا على اللعيبة ومين هيشارك ومين هيكون جاهز، وان شاء الله لعبتنا يعني ما حدش فيه مصاب ابدا باي اذى. وزي ما قلنا لحضراتكم اطمنا على كابتن ابو جبل، وانا ما تواصلت مع ابو جبل، هو في حاله جيده الحمد لله، ومفروض النهارده هيكون في مسحه جديده، وكابتن عصام الحضري كمان قال ان النهارده في مسحه جديده، وكمان ابراهيم عادل. فالنهارده في مسحه هتتعمل لابو جبل والعصام الحضري وابراهيم عادل، واللي هتطلع نتيجته سلبيه هيتحرك للكاميرون بكره على طول يوصل مع منتخب مصر يكون موجود ان شاء الله خلال الساعات اللي جايه. المسحه هتطلع نتيجتها، ولو احنا على الهواء عرفنا نتيجه المسحه على طول هنقول لحضراتكم. اكيد وجودهم هيكون مهم مع منتخب مصر، غيابهم اربك شويه الحسابات، ولكن
الموجودين لعيبة كبيرة جدا، أكيد كل اللعيبة اللي في منتخب مصر أقوياء، وكلنا يعني عارفين إن أي لاعب هيكون في الملعب تحديدا هيقدر يبذل أقصى جهد عنده عشان يبسط الجماهير المصرية. النهاردة منتخب مصر يعني كيروش اختار توقيت تدريب أنا شايفه مثالي. كيروش النهاردة قال التدريب هيكون الساعة 6. ليه الساعة 6؟ الساعة 6 بتوقيت مصر وخمسة بتوقيت الكاميرون طبعا. ليه هيكون الساعة 6؟ علشان لقاء مصر يوم الثلاث هيكون في نفس الميعاد، فاللعيبة تتعود على المجهود البدني والذهني والأجواء اللي موجودة في نفس التوقيت. طبعا الأجواء اللي موجودة في مدينة جروة اللي بتستضيف مباريات المجموعة الرابعة اللي فيها منتخب مصر، طبعا امبارح فور وصول منتخبنا الوطني ما كانش فيه تدريب قوي، يعني اللعيبة برضو رجع من أو جاية من رحلة سفر طويلة وإجهاد، فكان في زي عمليات استشفائية كده في حمام السباحة، ده كان يعني زي فك عضلات للاعبين شوية علشان يكونوا جاهزين للفترة اللي جاية، وإن شاء الله يعني تكون الفترة اللي جاية قوية جدا. بدأ منتخب مصر من دقايق التدريب بتاعه عشان يبدأوا يشتغلوا بشكل قوي جدا جدا. الجو هناك مختلف عن جو مصر، في شوية رطوبة شوية حرارة، ودي مش حابين نقولها كتير علشان نقول أعذار، بالعكس لعيبة منتخب مصر لعيبة كلها لعبت في الأجواء دي وكلهم لعبوا في دوري أبطال أفريقيا وعارفين الأجواء الأفريقية عاملة إزاي. ممكن نقول ده على المحترفين، ممكن على المحترفين نقول الحرارة دي هتضايقهم أو الرطوبة دي هتضايقهم، لكن لعيبة نادي الزمالك أو الأندية المصرية لعبوا في الملاعب دي كتير، وإن شاء الله يكون لينا الأفضلية. طبعا زي كل تمرين وزي كل بطولة تبع الكاف أو الفيفا لازم بيكون في ربع ساعة في البداية للإعلام وتصوير كده في البداية أو ربع ساعة، بعد كده بيخرج الإعلام علشان المدرب يبدأ يشتغل مع التدريب. وأكيد كيروش وجهاز المعاونة هيكون ليهم تدريبات خاصة عشان اللعيبة تتعود على الجو هناك، الجو تقريبا 30 درجة وساعات بتزيد عن 30 درجة، فمتهيألي لاعبتنا أو مش لاعبتنا بس كل الأفارقة الجو ده بالنسبة لهم طبيعي، مشكلة مش في درجة الحرارة على قد مشكلة لو في رطوبة في الجو، هي دي اللي بتضايق اللعيبة أكتر، بتضايق النفس، بيكون مشاكل في الأكسجين، ولكن إن شاء الله لعبتنا في الكام يوم دول يكونوا قدروا على طول يتعودوا على الأجواء، وفي وقت الملعب كله بينسى كل حاجة، كله بيكون مركز فقط في الملعب. نأمل لعبتنا تقفل على نفسها تماما، الجهاز الفني والإداري اللي موجودين مع منتخب مصر يقفلوا على منتخب مصر تماما بشكل قوي جدا، لازم نعمل ده حفاظا على اللعيبة من أي أمراض أو أي فيروس كورونا، وكمان علشان الروح تزيد ومعنويات تزيد، وإن شاء الله هتزيد وهنوصل للبطولة في النهاية. دلوقتي خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل مع بعض. We'll be right back.
زي ما اتكلمنا عن كابتن حمادة امام، وطبعا معانا على التليفون دلوقتي الدكتوره ماجي الحلواني زوجة الراحل كابتن حمادة امام. دكتوره ماجي اهلا بحضرتك في بيت قناه نادي الزمالك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. النهارده يوم بتذكروا كابتن حماده امام في الذكرياه، فشكرا لكم حبيبي. ده طبيعي، دايما بنشكر وبنتكلم على كابتن حماده امام، هو اسطوره من اساطير نادي الزمالك، عمل شعبيه كبيره، ولكن النهارده لازم نتكلم اكتر. وكل جماهير الزمالك النهارده من الصبح بتدعي الكابتن حماده وبتفتكر كل الحاجات الحلوه. تقريبا كابتن حماده كل حاجات حلوه، فالناس تفتكر له كل اعماله سواء في الملعب او كمعلق او كاداري. فشفت ده النهارده ازاي من الحب بتاع الجماهير على في السوشيال ميديا وفي الشارع وفي كل مكان النهارده؟ والله فعلا هو السيره العطره بقى للانسان طبعا. هي بتبان بعد الوفاه، لانه فعلا سيرته عطره في كل المجالات، يعني ما فيش حد بتيجي سيرته غير لما يشيد بيه ويقول كان انسان جميل. وانا عن نفسي طبعا زي ما انا اقول انه بتمنى من كل بنت تتجوز واحد زي حماده امام، في اخلاقه ورقيه وذوقه وادبه، كل حاجه فيه جميله الحقيقه يعني. الله يرحمه ويحسن اليه ده. يا رب، ربنا يرحمه. وحب حضرتك للزمالك كمان كان ليه عامل مهم جدا في الزواج من كابتن حماده. أكيد طبعا، أنا كنت من عشاق نادي الزمالك، وطبعا كان بقى حمادة نجمي الأول طبعا، خاصة بقى في المرحلة الجميلة اللي كان بيفوز بيها دايما، والزمالك له انتصارات كبيرة، لقاء وست هام الشهير وهاتريك كابتن حمادة. وكنت حاضرة حتى المباراة وست هام، كنت مخطوبة له، فكانت جميلة وأنا وصديقاتي بقى، فكان كل جون بقى يعني في احتفال خاص، احتفال كده يعني، ببقى حاسه انه بيبعت لي السلام طبعا. كانت ايام جميله الحمد لله، عشناها مع بعض سنين طويله وكلها الحقيقه ذكريات جميله، سواء في الملاعب، في الاداره، في التعليق، في التحليل، يعني كل ما قام بيه كان كله متميز وله بصمه طبعا في كل مجال. مين في العائله بقى واخد اكتر كده من كابتن حماده الله يرحمه؟ والله الاثنين، كابتن اشرف امام وحازم برضو، الاثنين واخدين منه نفس الصفات، الادب والاخلاق طبعا والرقي مع مقابله الناس وحب الجمهور، يعني حازم زي حماده بالظبط، انه جماهير الكره المصريه كلها والعربيه بيحبوا حماده وحازم، مش عشان الزمالك بس، لا كل يعني كل محبي الكره بيحبوهم، لانه اخلاقهم واسلوبهم في التعامل مع الجمهور وكل ده بيسيب اثر كبير جدا في نفوس الجمهور، يعني هم يعني قدوه كبيره جدا، عائله امام كلها قدوه كبيره جدا لكل الناس، مش بس في الرياضة، لا كمان في المعاملات مع الناس، يعني الناس حتى اللي بتتعامل سواء مع كابتن حماد ربنا يرحمه أو مع كابتن حازم، الناس دايما بتقول لا يا جماعة دول أحسن من ما بنشوفه في أي حتة، فالموضوع ده أكيد أهم من أي حاجة. فعلا يعني أحكي لك مثلا موقف دايما أقوله، يعني وإحنا ماشيين طبعا في أي شارع هنا في مصر، في بره، في أوروبا، بيبقى جماهير كده عربية تسلم عليه طبعا، جماهير مصرية، المهم بقى لما الناس مثلا زي كابتن أهلا ويقعد طريقته هو دايما أهلا، أيوة بعد ما نمشي مين ده حمادة، يقول لي ولا أعرف بس بس لازم يحسس الناس اللي قدامه اللي انت صحابي، ان انت يعني صديق وعزيز، ففعلا عنده اللمسه الجميله دي، وانا خدتها منه دلوقتي زي ما انا اقول للناس اهلا. وعلى فكره وكابتن حازم كده وحزومه برضه، فدايما يعني مبتسم والناس كلها جميله عنده، وعنده طول البال، يعني انا بقول الله يكون في عونه، اي حد بيقابله بيقعد يتكلم معاه وبيتكلم معاه بكل اريحيه عن الزمالك وعن مصر، ويقعد يتكلم في تفاصيل، وممكن يكون وراه حاجه او مستعجل، بس سبحان الله بيضحك وبيهرج. يضحك ولا يمكن يعني برضه في عمله الحقيقه، يعني شوف هو كل لما الجميل ده، لكن في عمله دقيق جدا، سواء كان في القوات المسلحة طبعا، كان في منصب حساس يعني في المخابرات الحربية، وفي الإدارة الكروية بقى بتاعت الكورة والتعليق، فكان مثلا في التعليق يمكن
كنت دايما اقول له ايه يا ابني ده كل الشغل ده، يعني بشوفه بيتعب، يعني كانه بيعمل بحث طبعا. باعتبار يعني في استاذه جامعيه، يهتم بتفاصيل بسيطه جدا، وكل فريق له فايل معين، وكل سواء مصري او عربي او اوروبي، لانه كان بيحلل طبعا كله طبعا. وبيعلق في كل المحطات، ففعلا دقيق جدا وفي كل شؤونه، يعني المنزليه وكل كله، يعني تلاقي دولابه ده منظم، طبعا ده سمة القوات المسلحة كلها، طبعا طبعا. أوراقه ما فيش ورقة يعني. ويمكن كان ده له دور بعد وفاته الحقيقة، يمكن ما تعبتش بقى اني اقعد ادور في اوراق، لا كله منظم، اوراقه كلها بالدوسيهات، ده دوسي كذا، ده دوسي كذا. ف يعني الحقيقة طبعا بفتقده، يمكن الناس بتقول 6 سنين مرت بسرعة، لا أنا بقول مرت طويلة جدا طبعا عليا. طبعا. ربنا بقى يعني إن شاء الله يجمعني معاه في الجنة بإذن الله. ربنا يجمعنا بيه جميعا في الجنة، وربنا يرحمه يا رب، ودايما فاكرينه بأعمال جيدة جدا، وفاكرينه بكل حاجاته الكويسة اللي عملها في حياته. بس في سؤال دايما أنا بحتار فيه دايما، كابتن حمادة أكيد كان ليه حاجة بيحبها أكتر، هل كان بيحب نفسه كلاعب ولا كمعلق ولا كإداري ولا كضابط في القوات المسلحة؟ أنهي كان أفضل بالنسبة له؟ والله هو يعني يعني كله كلك على بعضك حلو كده زي ده. صح. لأن بدايته طبعا الكرة، يعني هو شاب قبل ما يدخل الكلية الحربية، لكن لما دخل الكلية الحربية تفوق فيها وكان طبعا من الأوائل، ويمكن في جمهور ما يعرفش انه الفريق فوزي لما حماده في بعد توتنهام كان جاب هدف جميل جدا، طبعا كان لسه صغير عنده يعني في بدايه في سنه اولى كليه حربيه، فالفريق فوزي كان شديد جدا، شديد معروف بشدته، فلقى الكليه الحربيه الفريق فوزي جمعهم كلهم وراح منادي على اسمه محمد يحيى الحريه. هو بقى بيقول انا طبعا جسمي في اشعر، خضة في الموضوع، يعني في ايه اللي حصل؟ فجمع الكليه العربيه كلها عشان يرقيه على اساس انه جاب هدف بقى في انجلترا يعني، وفي فكان تكريم من الفريق فوزي له بشكل جميل جدا، بخلاف بقى طبعا النوت الواجب اللي حصل طبعا. عليه من قائد الرئيس جمال عبد الناصر برضه لما كسب وستهام. فالحمد لله يعني كانت مسيرته الكروية والقوات المسلحة والإدارة ناجحة الحمد لله، وحازم بقى على مسيرته اهو ماشي نفس الطريق كده. ما كنت لسه اسالك على كابتن حازم، بيرجع يسالك في بعض الامور، في بعض الحاجات لما يكون محتار بيجي يسال حضرتك، ولا بيجي يقول لك الخبر في الاخر انا عملت كذا؟ إلى حد ما يعني أنا اللي بحاول دايما أسأله، يعني اللي هو حد هو كتوم وأشرف نفس الكلام زي حمادة، حمادة كان نوع طبيعته يحكي، لكن حازم وأشرف كتومين يعني ما يقولوش غير لما أنا أقول لا لهم. بس على مين بقى؟ اكيد حضرتك كأم مصرية الاستدراك بتاع الأم ده انا عارفه، اول ما ماما تشوف تعالى بس مالك، اول ما تقول مالك كل حاجة بتتقال. ببقى عارفه الخبر من بدري، اكيد هم بقى بيقولوا لزوجاتهم برضو زي ما انا بقول لما كان حماده بيقول لي، فاكيد طبعا بيقولوا لا بس لزوجاتهم حضرتك اكيد ليكي مكانة خاصة عندهم طبعا. يقول اسراره طبعا. لكن يعني هو برضو حازم واشرف الحقيقه، وانا على الهوا كده بقول بشكرهم لانهم بارين بيا الحقيقه، ما بيسيبونيش ابدا، دايما السؤال عني هم وبناتهم الجميلات، دايما يعني انا في رعايتهم، واشكرهم من خلالكم ونعم الابناء يعني الحمد يعني لله. ربنا يخليهم لك دايما، ودايما كده يقولوا أعز الولد ولد الولد، ودايما يقولوا الجد أو الجدة مع الأحفاد بيصغروا سنا وبيتحولوا معاهم لطاقة ولعب وهزار، أكيد في علاقة مختلفة مع الأحفاد. فعلا بتبقى طبعا ما فيش اعز من الولد طبعا، لكن دول بقى ولد الولد دي اللي هو زي ما بتقول هي مرحله كده من البهجه، والخلاص انتهى بقى دورنا كاباء امهات واباء، فبتبقى دي
فسحة من الوقت كده الواحد بيقضيها في مرح وضحك معاهم، فبتبقى من أمتع الأوقات طبعا لما الواحد يشوف حفيداته أو أحفاده يعني. هل بيجوا يدلعوا بقى على تيتا وكل الطلبات بتتعمل وكسر كل القواعد في بيت تيتا؟ ده الطبيعي لازم طبعا، وأنا يعني بموت فيهم بقى طبعا. ربنا يخليهم لك يا رب ويخليك ليهم. كل جد وجدة أكيد أحفاده عنده بالدنيا يعني. لا هو دايما بيكون في حتى خلافات بين الأب ومامته، أو اللي هو ماما مش هينفع نكسر ده هنا، فلا هم الأولاد يجوا عند بيت تيتا وجده كل حاجة بتتعمل. الموضوع مختلف تماما. كل شيء مسموح به. والبيت بيتشقلب ولا بيحافظوا على تنظيم البيت؟ لا بس برضه زي ما بقول يعني كده يعني لعب وجد وحب بقى طبعا. بس برضه في نظام يعني ما يقدروش يطلعوا عنه يعني، لازم طبعا برضو التعامل كده بجدية واهتمام بقى. فالحمد لله ربنا يديهم طول العمر ونسعد بيهم بقى ونشوفهم كده عرايس، انهم كلهم بنات يعني. ربنا يخليهم لك، وكل احلى حاجة البنات على فكرة والله بجد، البنات دي نعمة عظيمة جدا. طبعا طبعا الحمد لله يعني. بشكركم جدا على انا بصراحة سعيد بالكلام مع حضرتك ومش عايز اعطل حضرتك اكتر من كده، ولكن الكريم وبشكر القناة على ذوقها ويعني مكالمتك ليا، بشكركم مرة تانية يا حبيبي. شكرا لحضرتك ونورتينا وشرفتينا. طبعا كانت معانا دكتورة ماجي الحلواني زوجة الراحل كابتن حمادة إمام، اللي احنا بنعتبرها كلنا كزملكاوية، مش بس والدة كابتن حازم، لا هي والدة كل الزملكاوية، كل الجماهير ليها يعني بتحبها جدا، ليها عند زملكاوية مكانة خاصة جدا، حبها لنادي الزمالك، وكمان كفاية ان هي تنتمي لعائلة امام وزوجة الراحل كابتن حمادة امام وكمان والدة كابتن حازم امام، فليها مكانة خاصة عند كل الزملكاوية. ربنا يخليها لينا كده، ودايما نفضل نكلمها ونعرف اخبارها ونفتكر معاها ذكريات جميلة من ذكريات كابتن حمادة، وربنا يرحم كابتن حمادة ويصبر كل أحبائه. طيب نروح دلوقتي أقول لكم كده أخبار سريعة عن اللقاء اللي شغال دلوقتي الكاميرون وبوركينا فاسو. اللقاء بدأ بعد كده بوركينا قدرت تسجل هدف كان رائع جدا، بعد كده تم احتساب ركلة جزاء للكاميرون وتعادلت الكاميرون 1-1، دي النتيجة حتى الآن. وأنا معاكم دلوقتي على الهواء ركلة جزاء تانية لمنتخب الكاميرون، ومنتخب الكاميرون تقدم 2-1 بعد ما كان متأخر 1-0. ما مش قادر أقول ضربات الجزاء إيه، أنا ما شفتهاش، أنا عرفت الأخبار زي حضراتكم بالظبط، ولكن كل التوفيق للفرقتين، وأتمنى يكون في حصيلة تهديفية أكبر في البطولة، ده هيدي متعة كبيرة جدا جدا في البطولة الأفريقية. طيب خلونا نتكلم عن خبر من الأخبار اللي بقت ساذجة بالنسبة لنا كلنا كمصريين، فكرة إن كل ما نيجي نلعب منتخب يطلع لاعب يقول كلام غريب، يطلع لاعب يقول كلام على منتخب مصر مريب شوية. بس هنتكلم عن الخبر ده بالتفصيل عن لاعب نيجيريا سانوسي، ولكن معانا على التليفون دلوقتي سفير طبعا مصر في الكاميرون، سفير مصر استاذ مدحت مليجي. اهلا بحضرتك يا فندم، وعايزين نطمن على حضرتك على منتخب مصر. اهلا دكتور محمد، منتخب مصر زي الفل وتاني اهو، وقاعدين بيتدربوا في تقسيمه صغيره عاملها الكابتن فيروز، و سايب رئيس الاتحاد يعني موجود وكلنا موجودين، والاجواء حماسيه جدا. طبعا في نفس الوقت اللي احنا بنلعب فيه زي ما حضرتك عارف الكاميرون بتلعب مباراتها الافتتاحيه 2-1 حاليا للكاميرون، 2-1 ضربتين جزاء للكاميرون بعد اما دخل فيهم جون في البدايه. فطبعا الجمهور زي ما حضرتك يمكن سامع الاصوات حوالينا دوشه وزعيق وكده، ولكن الجمهور كله منصرف طبعا الى ماتش اكيد الكاميرون، فده مدينا احنا مساحه ان احنا نتدرب براحتنا وبدون اي حد. زي ما قلنا قبل كده ان سمح للوسائل الاعلام بالتواجد لمده اول ربع ساعه، وبعد كده تم اخراجهم جميعا، لم يبقى الا بعض الامن المسؤولين عن تامين الفريق، وممنوع التصوير طبعا ولا اي حاجه علشان حفاظا على سريه التدريب.
كنت عايز اطمن من حضرتك كمان على المسحه اللي اتعملت للعيبه النهارده، نتيجتها ظهرت ولا لسه هتظهر بكره؟ لا لسه الحقيقه. ان شاء الله تبقى كلها سلبيه. للامانه علشان انا كنت متواجد مع الفريق الصبح بس، وبعدين في بعض الامور اللي لازم اقومها. طبعا طبعا الله يكون في العون. ورجعت تاني، فانا مش عارف اذا كانت المسحه تمت النهارده ولا هتتم بكره. لا لا، المسحه تمت النهارده قبل اللقاء ب 48 ساعه علشان يطمنوا على جاهزيه اللاعبين. لا لا ما اتعملتش المسحه. لسه هتتعمل المسحه بتاعت لقاء يوم الثلاث؟ اه طبعا لسه ما اتعملتش. انا عملت المسحه شخصيا عشان اقدر احضر المباراه انا. طب يعني حضرتك كده والله عدلت لنا الاخبار فاشكرك جدا. طبعا لا الحقيقه انا معلوماتي ان المسحه ما اتعملتش. طبعا يعني اذا حبيت ان انا اتاكد يبقى هي ممكن تعمل بعد اللقاء، ان هي حسب اللوائح المفروض تعمل قبل اللقاء ب 48 ساعه. كمان حابب اطمن من حضرتك على التامين بقى اللي هيكون على اللعيبه. شفنا فور وصول منتخب مصر طبعا تجمعات كبيره جدا، كله عايز يشوف محمد صلاح ونجوم منتخب. ايوه فهمت. الحقيقه بالنسبه للتامين، هو في تامين طبعا على الفريق كله وعلى الفندق اللي موجودين فيه والامور طيبه. انا ما شفتش اي نوع من انواع الدخول زي ما قلت قبل كده. الحقيقه هو الميزه في ان احنا واخدين الفندق باكمله لينا، وبالتالي فما نقدرش نقول ان يعني ما فيش، يعني ده بيسهل مامورين الامن، لان ما فيش حد ممكن يجي يدعي انه جاي يقابل نزيل من النزلاء، لان ما فيش نزلاء غير المنتخب المصري فبالتالي ما فيش اي امكانيه لدخول اي حد. الفندق والفندق متامن، متامن بقوات الحراسات الخاصه زي ما يدور الفندق في محيطه بالكامل. وانا شخصيا ما سمعتش اي شكوى، ان هم بيبلغوني لو في اي. طب الحمد لله. الحمد لله. هل درجات الحراره مناسبه للعيبه المصريه ولا حر شويه في رطوبه شويه؟ لا طبعا، هو طبعا من طريقه الجو اللي عندكم في مصر دلوقتي الجو عندنا هنا حر، لان هو الجو فعلا ثلاثينات. ولكن طبعا احنا يعني كمصريين متعودين على درجات الحراره دي. طبعا ما هياش مكلفه كتير من اللي احنا بنلعب فيه. الميزه في التدريب بتاعنا ان هو يعني قرب غروب الشمس وعلى الاضواء الكشفه، وبالتالي فمن ناحيه بنلعب في جو معقول جدا نسبيا، ومن ناحيه ثانيه كمان بنتعود على الاضاءه اللي موجوده في الكاميرون علشان المباراه الاساسيه هتبقى في نفس التوقيت. موعد التدريب النهارده كان الساعه 5 مساء بتوقيت الكاميرون 6 بتوقيت مصر. ده معناها ان التدريب وقت اللقاء التوقيت اللي هنلعب فيه مع مباراه نيجيريا تحديدا، لان المباراه الثانيه والثالثه هيتلعبوا بعديها في الساعه 8 بتوقيت الكاميرون 9 بتوقيت. كمان عايزين نطمن على الجماهير، يعني في حاجات او في اقاويل او اخبار بتقول ان في جماهير كتير موجوده من نيجيريا، فهل الجاليه المصريه بدات تظهر وبدات تاخد تيكتس ولا لسه ما فيش معلومات؟ والله الحقيقه احنا بنجرب حاجه ثانيه الحقيقه، بنحاول ان احنا نسعى فيها. طبعا موضوع الجمهور النيجيري هيبان وقت المباراه. ويتم نتوقع ان لابد ان هيكون في جمهور نيجيري بحكم قرب المسافه، يعني بالظبط طبعا من الحدود، وبالتالي فالحاجه الوحيده اللي هتمنع ان يكون في عدد كبير هو قله عدد اللي واخدين التطعيم واللقاح، لان هم دول الوحيدين اللي مسموح ليهم ان هم يقدروا يخشوا المباريات. لكن فيما يتعلق بقى الفريق بتاعنا احنا، الامور بالنسبه لي ما بتشكلش هذه النقطه الضاغطه بتاعت نظر ان احنا نكون على راحه. يعني دايما كده بنعرف من حضرتك اخبار البعثه المصريه، واثقين ان السفاره المصريه ومن حضرتك كمان هتسهل لهم كل الامور. ولكن اخر سؤال مش عايز اعطل حضرتك، هل كابتن محمود؟ طبعا طبعا، اتفضل يا فندم. اتفضل يا فندم. تختص بعمليه ان احنا بنحاول الحقيقه مع السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف فتحي، هو الحقيقه راجل يعني جدا مساعد وجدا بيقعد يتشائم المنتخب. بنحاول معاه ان احنا وبالتنسيق مع السلطات التنفيذيه
مع شركه مصر للطيران ان احنا في رحله للجمهور المصري الحبيب علشان نشجع المنتخب الوطني. ما نبقاش يعني احنا وبعض اعضاء الجاليه بس اللي موجودين، لا نحاول نجيب عدد اكبر من المواطنين. دي اخبار عظيمه جدا واكيد هنتابعها مع حضرتك، ان فرصه لكل الناس. طبعا انت عارف اللوجستيات اللي بشتغل فيها الحقيقه مصعبه شويه المأمورية، لان في جزء بيتعلق في امكانيات مصر للطيران، جزء بيتعلق بالتصاريح بتاعت الرحله، لذلك يتعلق بالتأشيرات واللوجستيات والانتقال من والى المطار. اللي اقدر اقول لك عليه اذا تمت ان شاء الله فهتبقى في يوم المباراه والعوده في نفس اليوم، لان ما فيش اي اماكن للاقامه في ذروه. ده طب ده خبر عظيم جدا صراحه، واكيد ناس كتير هتكون متحمسه للموضوع. انا مش عايز اوعد بشيء، لان انا لغايه ما اخلص الاتفاقيات وال يعني التفاهمات مع الجانب الكاميروني علشان اضمن ان يكون الامور تمشي كده. مش عايزين نجيب ناس تتعب. صحيح صحيح، ناس تساعد معانا وتشجع المنتخب معانا، لكن في نفس الوقت في امور كثيره لابد من يعني تاكيدها الاول قبل ما نقدر نعلن عن هذا. كلام محترم جدا جدا، شغالين فيها جدا، ومصر للطيران معانا خطوه وان شاء الله تسمعوا اخبار كويسه ان شاء الله ان شاء الله. وكمان عايز اطمن على حضرتك على الحكم كابتن محمود البنا، تم استبعاده من اول لقاء لاصابته بفيروس كورونا، هل في تواصل معاه ولا لسه ما تمش تواصل معاه؟ الحقيقه للامانه ما قدرتش اتواصل معاه لانه ربما يكون معزول دلوقتي، فانا ما قدرتش ان انا اتواصل معاه. بس اكيد هيكون في تواصل بعد التمرين بتاع منتخب مصر اكيد. ما فيش شك طبعا. ما زلت احنا في التمرين، ودلوقتي الكابتن جروش حتى يعني اوقف التقسيمه اللي كانت معموله ومقتنع باللاعبين اللي احنا مصر وربما للمرحله الثانيه من التدريب. التدريب المفروض التدريب مدته ساعه ونص ان شاء الله. يعني سيادة السفير شكرا جدا لمجهود حضرتك والوقت حضرتك، ودايما كده كل سفراء المصريين في كل الدول بيكونوا سند لأي حد مصري في أي دولة، وتحديدا لما بيكون في بطولة قوية زي أفريقيا فبيكون في مجهود قوي جدا بتقوم بيه السفارة وكمان سيادة السفير، فشكرا على المجهود. ونأمل زي ما سيادة السفير نوه عن حاجة مهمة جدا بيتم تنسيق ليها في الوقت الحالي، فكرة ان يكون في دعم جماهيري لمنتخب مصر عن طريق ان الجماهير تسافر من مصر تروح الاستاد او تروح اللقاء وترجع مباشرة في يوم واحد، رحلة ليوم واحد، بس لسه الموضوع مش اكيد. اكيد هنتابع مع سيادة السفير الموضوع وهنشوف لحضراتكم. بس قبل ما اطلع فاصل سريع عايز اقول لكم موضوع سانوسي مدافع بورتو البرتغالي. اللاعب يعني هو بيلعب في بورتو البرتغالي واكيد بيلعب مع منتخب نيجيريا، وطلع قال يعني تصريح غريب جدا، قال انا متعود ان انا العب ضد محمد صلاح ولعبت ضده مرتين في تشامبيونز، واللاعب اقدر اوقف خطورته مش خايفين منه. ولكن لما رجعنا كده شفنا اللقاءين ان سانوسي كان موجود مع بورتو وصلاح لعب مع ليفربول، فاول لقاء ليفربول فازت 5-1 وصلاح جاب جونين، واللقاء الثاني ليفربول فازت 2-0 وصلاح سجل جون. فلو سانوسي هيمسك صلاح بنفس القوه دي فنتمنى، يعني نتمنى لو هيكون نفس النهج ده، هو ممكن يكون قصده ان صلاح ما جابش هاتريك مثلا، فيعني نتمنى لو هيمسك صلاح بنفس القوه بتاعت لقاءات بورتو يكون بنفس الموضوع. بصراحه قلت لكم الاخبار دي بقى بالنسبه لنا يعني اخبار طريفه بقى، يعني دي مواقف وطرائف البطوله ناخدها على جنب كده، ان كل مدافع هيلاعب مصر يقول انا مش خايفين محمد صلاح. في النهايه كل التوفيق لمنتخبنا الوطني وصلاح وكل اللاعبين. خلونا نطلع نشوف تقرير عن المجموعه الاولى اللي بتلعب النهارده، ونطلع فاصل ونرجع نستكمل برنامجنا مع حضراتكم. في المجموعة الأولى الصراع يدور بين أربع منتخبات على الصدارة والوساطة، الكاميرون أحد أكبر المرشحين للفوز باللقب، حقق كأس الأمم الإفريقية 5 مرات، يقوده أنطونيو كونسيساو المدير الفني، يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ولكن نجمه الأبرز هو كريستيان باسوغوغ الجناح الأيمن وصاحب القدم اليسرى الساحرة،
ونجم أمم إفريقيا 2017 وهو العقل المفكر للفريق. بوركينا فاسو منتخب آخر من أكبر المنتخبات التي تطورت، يقوده مدرب وطني هو كامو مالو، يلعب بطريقة 4-3-3، يضم العديد من المحترفين، ولكن أبرز نجومه هو بيرتراند تراوري نجم أستون فيلا الإنجليزي وهداف أياكس الهولندي سابقا. وآخر ظهور قوي لبوركينا كان حضوره في المربع الذهبي لأمم إفريقيا 2017 في الجابون. إثيوبيا منتخب عائد من جديد للظهور في أمم إفريقيا، يقوده ويبتو أباتي المدير الفني، يلعب بطريقة 4-3-3، يضم نجوم الدوري الإثيوبي، ولكن أبرز لاعبيه قائد الوسط شميلس بيكلي نجم الجونة الحالي وساحر بتروجيت والمقص السابق الرأس الأخضر، فريق من الفرق الصاعدة في آخر 10 سنوات، يقوده المدرب بوبيستا، ويلعب الرأس الأخضر بطرق مختلفة، ولديه عدد كبير من المحترفين في أوروبا والخليج مثل ديجانيني تيفارز هداف طرابزون سبورت التركي، وتافارز هداف الفيصل السعودي، وجاري رودريغز لاعب أولمبياكوس اليوناني وهو مرشح للوصول لدور الثمانية. خلونا نروح دلوقتي لمنتخب المغرب اللي تعرض لصدمة كبيرة جدا وعنيفة جدا قبل مواجهة منتخب غانا بكرة يوم الاثنين الساعة 6 مساء. يعني ده أول لقاء لأسود الأطلس، لقاء قوي جدا وهيكون الموضوع قوي، وكان من أمتع اللقاءات اللي هتكون في الجولة دي، ولكن تأكد للأسف غياب 3 لاعبين أساسيين عن المنتخب المغربي، وهم المهاجم أيوب الكعبي ولاعب خط الوسط أيمن برقوق بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، وهيغيب كمان ريان مايي بسبب إصابته في العضلة كده، إصابة عضلية ليه أثناء تدريباته. فالتلات لعيبة دول لعيبة مهمة جدا، وتحديدا التلات لعيبة دول أحرزوا 10 أهداف من أصل 20 هدف في دور المجموعات من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، يعني سجلوا نص الأهداف. وكمان صرح بقى مدرب منتخب المغرب البوسني وحيد خليل وزيتش ان هو بيقول انا مش يعني رفض خلال مؤتمر الصحفي ان هو هيقول ان دي اعذار او في غيابات، بالعكس قال ان هو في بدلاء اقوياء جدا في منتخب المغرب يقدروا تعويض. طبعا منتخب المغرب المنتخبات قوية جدا جدا، ونتمنى يكون ظهوره قوي جدا. وكمان للأسف سمعنا بعض الأخبار ان في حالات كورونا زادت في منتخب المغرب، يعني في ناس تقول لك 15 حالة، فعشان نتأكد بشكل عام معانا الصحفي والناقد الرياضي المغربي أستاذ عادل بالقاضي. أهلا بك يا فندم في قناة نادي الزمالك. أهلا وسهلا أستاذ أحمد، وتحية لكل المشاهدين الكرام. يعني في البداية عايزين نتأكد من حضرتك عن الأخبار اللي أعداد بتزيد فيروس كورونا، هما الاثنين لعيبة بس، في أخبار كتير بتتداول، فحابين نتأكد من حضرتك. لا استاذ احمد، يعني الاخبار اللي كانت يعني واللي يمكن الان يعني لم ترتقي لان تكون خبر، بل هي كانت اشاعات فقط، لانه قبل قليل ادعنا على يعني بالمباشر على يعني اذاعتنا اذاعه راديو مارس بالمباشر انه يعني الاعداد او يعني الرقم الذي تداولته مجموعة من المواقع هو رقم غير صحيح، لأنه عدد الإصابات والغيابات في صفوف المنتخب الوطني المغربي في مباراة الغد إن شاء الله فقط 4 عناصر ذكرت، يعني أيوب الكعبي وكذلك اللاعب ريان مايي، هذو الجوج ديال المهاجمين أساسيين بالنسبة للمنتخب الوطني غادي يكونوا غائبين، بالإضافة إلى لاعب الوسط أيمن برقوق والمدافع بدر بانون، هذو هما الإصابات أو هذو هما الغيابات الأربع، 2 بسبب الإصابة بالكورونا اللي هما الكعبي وكذلك أيمن برقوق، وبينما مايو بانون فهما يعني الإصابات عضلية، وهذا هو العدد
الذي سيغيب عن المباراة ديال الغد. يمكن يعني الأعداد التي أشير لها فهي مبالغ فيها. طيب الحمد لله، يعني احنا كنا حابين نطمن كمان على منتخب المغرب، يهمنا جدا جدا منتخب المغرب، عارفين يعني قوة المنتخب المغربي، وهل اللاعبة دي اللي هتغيب دي هتأثر على منتخب المغرب في أول لقاء، ولا في بديل لكل لاعب؟ لا أكيد أستاذ محمد أنه التأثير على مستوى الهجوم أكيد سيكون، لأنه عندك لاعبين من أهم الهدافين داخل صفوف فريق داخل صفوف المنتخب الوطني المغربي، يعني الحديث هنا عن أيوب الكعبي وكذلك اللاعب مايي اللي أثبت خلال المباريات الأخيرة رفقة المنتخب الوطني أنه نجم صاعد صفوف المنتخب الوطني، بينما أيوب الكعبي عارفه كان هداف الشان، كان أيضا نجم ديال فريق الوداد، احترف الدوري الصيني والآن يلعب في الدوري التركي، واحد من الهدافين الجيدين، كان هداف الشان في الدورة قبل الماضية التي نظمت في المغرب، كذلك كان هداف أيضا مع الوداد، لاعب اللي عنده الوزن ديالو، إضافة كما قلت إلى اللاعب مايي اللي يعني لاعب احنا في المغرب هنا إن شاء الله كان كيبان ويظهر أنه غادي يكون من النجوم القادمة. الحديث عن البديل أستاذ أحمد، فأكيد أنه الترسانة ديال المنتخب الوطني المغربي فهي غنية اللاعبين الجيدين الموهوبين، الآن يبقى يعني الطريقة التي سيخوض بها المدرب فايدا لينوزيتش المباراة في يوم الغد هي التي ستحكم. أما بالنسبة للبدلاء فهم موجودين هناك، كذلك اللاعب سفيان بوفال اللاعب جيد جدا يحترف الدوري الفرنسي، هناك كذلك النجم الرجاء السابق ولاعب العين الإماراتي الحالي سفيان رحيمي، طبعا من اللاعبين اللي ممكن لهم أنهم يعني يدخلوا في أي وقت. أكيد منتخب المغربي مدقق بالنجوم، ويعني كان يهمنا جدا نأكد من حضرتك الأخبار اللي بتقول في 15 إصابة في بعثة منتخب المغرب، دي إشاعات، فالحمد لله طمنا على منتخب المغرب وبعثة منتخب المغرب. شكرا جدا أستاذ عادل بالقاضي، نورتنا ونورت قناة نادي الزمالك. خلوني كمان قبل ما أطلع فاصل وأبدأ معاكم أخبار نادي الزمالك أقول لكم إن قبل لقاء النهاردة بوركينا فاسو والكاميرون، بوركينا فاسو قدمت شكوى للكاف وقالت ان في حالات كورونا ظهرت عندها وهي لعبتها كويسه وشككوا في بعض التحليلات، ولكن بعد كده الاتحاد صرح وقال التحليل او المسحه اللي بتحصل لفيروس كورونا في معامل دوليه مطابقه لكل المعامل في كل مكان، والموضوع انتهى سريعا بين الدولتين بين الكاميرون وبين بوركينا فاسو، ودي صوره البيان اللي اتبعت من الكاف لبوركينا. وحتى وزير الصحه في الكاميرون طلع وصرح وقال احنا كدوله كاميرون ما لناش علاقه تماما بالموضوع، هي الكاف متعاقده مع معامل دوليه تابعه للكاف وهي بتقوم بعمل المسحات، فالدوله ما لهاش اي علاقه. فدي حاجة أكيد مهمة كنا نقولها علشان متحقق العدالة الرياضية، متهيألي الموضوع أبسط من كده، الموضوع مش عشان الكاميرون هتلاعب بوركينا فاسو فهيدعوا اللي ما عندهم حالات كورونا، متهيألي الموضوع أبسط من كده بكتير. الموضوع انتهى قبل اللقاء بساعات، دلوقتي خلونا نطلع فاصل سريع ونرجع نبدأ مع بعض أخبار نادي الزمالك اللي فيها أخبار سعيدة جدا النهاردة. نبدأ أخبار نادينا الملكي العظيم بخبر حلو لكل جماهير نادي الزمالك، وهو تجديد عقد محمد عبد الشافي، جد تعاقده مع نادي الزمالك لمدة موسمين بحيث يستمر حتى 2024 بقميص نادي الزمالك. عبد الشافي مثال للاعب الملتزم، مثال للاعب اللي انت بتفرح ان هو جدد زيه زي بقية لعيبة نادي الزمالك، وان هو هيستمر داخل نادي الزمالك سنتين كمان. نتمنى المزيد من النجاحات داخل نادي الزمالك لعبد الشافي، من اللعيبة الخلوقة، من اللعيبة اللي بيكون دايما إضافة في أي وقت في أي مكان، بينزل في الملعب بيقاتل دفاعيا وهجوميا، يعني مثال للباك ليفت العصري، فلعيب مهم جدا داخل نادي الزمالك. وبالتأكيد الفترة الجاية نتمنى يكون في لعيبة أكتر موجودين معانا أو يجددوا
في الفترة اللي جاية إن شاء الله. الفريق الأول نادي الزمالك النهاردة وصل تدريباته اليوم في إطار استعداداته للقاء إنبي كارتيرون منح اللاعبين فترة راحة طويلة بسبب توقف الدوري لمشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية. والزمالك رجع لتدريبات النهاردة، يعني إن شاء الله هيرجع يشتغل بشكل طبيعي جدا في الفترة اللي جاية. طبعا عارفين أن الزمالك بيستعد لبطولة كأس الرابطة، وفي نسختها الأولى الزمالك هيواجه أول لقاء إنبي، فلقاء إن شاء الله يكون يعني ممتع لجماهير القلعة البيضاء اللي هيكون يوم الجمعة. طيب احنا النهاردة كان المفروض يكون معانا ضيفنا النهاردة أستاذ أمير نبيل الناقد الرياضي، ولكن لظروف خارجة عن إرادته وعن إرادتنا اتزنق في زحمة بعض المواصلات وبعض الطرق، فهيكون معانا على التليفون. يعني أستاذ أمير أهلا بيك. محمد اهلا بيك وكل متابعي قناه الزمالك، وبعتذر للغايه الحقيقه يعني على يعني ان انا ما توفقتش اقدر اكون موجود ان شاء الله تكون معانا في حلقات جايه قريبا، ولكن عايز بقى استغل وجود حضرتك معانا على التليفون واقول لك شايف انطلاقه بطوله افريقيا ازاي؟ يعني طبعا في البدايه بطوله افريقيا اللي بتحظى باهتمام كبير، يعني طبعا اكيد كلنا عارفين ان يعني البطوله كانت محط انظار في الاشهر الماضيه بسبب فكره اقامتها من الاساس، كانت ضغوط كبيره جدا انها تتاجل او تتلغي سواء من الفيفا او من الانديه الاوروبيه الكبرى اللي كانت بتضغط على الاتحاد الافريقي انه يصدر قرار بتاجيل البطوله، بحيث ان هو يعني عدم جاهزيه الكاميرون او كل الامور اللي اثيرت في هذا الاطار. النهارده شفنا حتى الافتتاح يمكن بسيط ما فيهوش حاجات يعني عنصر الابهار قوي، ولكن الى حد يعني قياسا بامكانيات الكاميرون ويعني الطابع الافريقي المميز للبطوله. لا ما احنا بعد الاحتفال واللي شفناه في 2019 في مصر مش هنشوف زيه غير بعد فتره طويله، يعني فبلاش طبعا نحط مقارنات ان امكانيات مختلفه تماما. بالظبط، يعني احنا الحقيقه شفنا حفل افتتاح مبهر لكاس امم افريقيا 2019 وكان كل الوان الفنون والجمال اللي احنا ممكن نشوفها في حفل افتتاح، كانت حاجه الحقيقه نتشرف بيها. استخدام التكنولوجيا بشكل مبهر كمان. بالظبط، يعني حتى ردود الافعال من زملائنا الصحفيين العرب والافارقه وكل اللي حضر الحفل الافتتاح كان ردود فعل ايجابيه للغايه، خلتنا نشعر بالفخر ان عندنا امكانيات ان احنا ننظم بطولات كبيره وحفل افتتاح يليق باسم ومكانه مصر في الكره الافريقيه، فدي كانت حاجه مشرفه. فبالتالي يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول مفيش مقارنه الى حد كبير. طب ده فيما يخص حفل الافتتاح، شايف مين المنتخبات اللي داخله البطوله بشكل شرس؟ شايف مين المنتخبات اللي شايفها جايه تنافس على حصد اللقب؟ هو بالتاكيد يعني مع انطلاق البطوله دايما بيبقى في منتخبات كده يعني اللي هم فرسان الرهان او المنتخبات اللي احنا بنقول مرشحين فوق العاده دايما اللي هم بيبقوا تواجد في الادوار النهائيه للبطوله او المنافسه على اللقب، يعني زي منتخب الجزائر بالتاكيد حامل اللقب بيبقى عليه ضغوط كبيره، منتخب الجزائر هو بطل العرب صحيح ان هو مدعم كمان باللاعبين المحترفين في الدوريات الاوروبيه زي رياض محرز زي ادم والناس زي غيرهم من اللعيبه المميزين اللي يعني بيدعموا قائمه جمال بالماضي في البطوله الافريقيه، ايضا منتخب السنغال اللي كان وصيف النسخه اللي فاتت في 2019 من المرشحين بقوه، عنده لعيبه متالقه يعني يكفي ذكر ساديو ماني وادواردو ميندي وغيرهم من اللعيبه اللي بتقدم مستويات مميزه مع انديتها. ايضا منتخب الكاميرون باعتباره صاحب الارض والجمهور يمكن كان متاخر امام بوركينا فاسو بهدف في الافتتاح، وقدر فانسنت ابو بكر لاعب المصري السعودي ان هو يعدل النتيجه بضربتين جزاء مستغلا يعني سذاجه شويه الدفاع البوركيني. منتخب يعني الكاميرون برضه يعني بجانب ان هو صاحب الارض والجمهور لكن عنده عناصر مميزه ايضا طبعا ان هو يوصل لمرحله متقدمه مش بس افضليه ان هو مستضيف البطوله. منتخبنا برضو مش عايزين نقول ان هو انا كنت هقول لك نسيب منتخب كده اكيد طبعا ده المنتخب المصري اكيد ان هو من المنتخبات اللي بيتعمل لها حساب دايما طبعا في المنتخبات في القاره الافريقيه وجود نجمنا المصري محمد صلاح وعمر مرموش محمد وتريزيجيه والنني ومصطفى محمد طبعا اعتقد دي عناصر بتدعم قائمه كارلوس كيرش المدير الفني البرتغالي اللي كان يعني ما استفادش منها طبعا في بطوله كاس العرب، لكن بشكل كبير استفاد برضه من عناصر ثانيه قدمت مستويات ان شاء الله يظهروا بشكل قوي. وانا النهارده سالت الجماهير عن شايفين مين الحصان الاسود في البطوله، مين اللي هيكون مفاجاه في البطوله، فتفتكر مين المنتخب اللي هيكون الحصان الاسود في البطوله؟ والله
والله هو ممكن من الصعب ان احنا نشوف منتخبات، يعني في منتخبات كتير يعني لسه ما شفناش مستواها قوي على ارض الواقع، ما شفناش ايه اللي تقدر تقدمه. لكن يعني في البدايه كده من يعني من اللي احنا شايفينه ممكن بوركينا فاسو يعمل حاجه. اتصور ان منتخب يعني بوركينا انه يقدر يحرج الكاميرون في البدايه كده، ان هو يحقق التقدم عليه، اعتقد ممكن تبقى يعني حتى رغم ان هو تاخر بعد كده. هنشوف هل منتخب بوركينا بالفعل هيكون حصان اسود لا. استاذ امير نبيل نورتني وشرفتني، وان شاء الله يكون لينا لقاءات قادمه في الاستوديو. يعني دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله على الف خير، ودايما مساءكم ابيض بخط حمر.